بعد اذنك يا طنط، انا شايفه يعني ان احنا قبل ما نبتدي كلام عن الصحافه ان احنا نغير شركه الدعايه الموجوده. ليه والقديمه مالها؟ دي اللي كانت بتعمل كل شغل زين. الله يرحمها يا طنط، بس الزمن اللي احنا فيه ده محتاج دم جديد، شركه دعايه جديده يكون فيها شباب يعرفوا يجيبوا كده افكار جديده تجيب مع الناس على طول. وبعد كده يا طنط ما تقلقيش من شغل الصحافه والاعلام. انا واثقه فيك يا ساره وعارفه انك شاطره في شغلك. ربنا يخليك يا طنط، وان شاء الله اكون قد الثقه دي. انت شفتي ايمن؟ اه، مستر ايمن المدير التنفيذي صح؟ شفته مره بس باين عليه حد شاطر ومحترم جدا. هو كان شغال معاكم ايام عمو زين؟ لا لا، انا اول مره اشوفه لما ياسمين عرفتني عليه. غريبه يا طنط، اول مره يعني تساليني على حد من المجموعه. هو في حاجه؟ عايزك تخلي بالك من ياسمين، هي في مرحله مهمه من حياتها، حاساها ضعيفه كده من جواها، مش جامده زي ما بتبان، بس بتكابر. من غير ما تقول يا طنط، ياسمين وسلمى اخواتي بجد، ربنا يعلم انا بحبهم قد ايه. ربنا يخليكوا لبعض يا حبيبتي. ويخليكي لينا. ايوه كده، العلامتين الزرق هم ظهروا، يبقى شافني. يا مساء هنا يا غزال. بطل بقى الكلام ده يا فتحي، قولي الصورة عجبتك؟ بصراحة لا. كده برضو؟ طب أنا غلطانة بقى إني سمعت كلامك. لا، إحنا لازم نشوف بعض بقى، هنضيع صور ولا إيه؟ لا يا أخويا، خلينا كده أحسن. الأحسن يحيى بقى، ده لو عرف هيبهدلني ومش بعيد يحطني في أوضة كده ويحبسني زي العيال. وعلينا من ده إيه؟ ما الشقة فاضية وأنا قاعد لوحدي. شقة في عينك يا بعيد يا قرع. في الحلال، في الحلال والله. أنا مستعد أجي وأجيب الكاتوه وأنت تبين لي الشربات ونتجوز ونعمل اللي كان المفروض يتعمل من 40 سنة. 40 إيه؟ ربانوا عليك يا بعيد، أنت عايز تعجزني ولا إيه؟ ما تروق بقى يا رايق. يو أعجزك ده إيه؟ أنت لسه غزال، أنا هشوفك إمتى؟ مش عارفة، بس خايفة حد يشوفنا. لا ما تخافيش. طب أقول لك إيه؟ اقفل 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 بسرعة. إذا لحد جاي. كنت بتكلمي مين؟ ده دي فتحية جارتنا في الحارة. فتحية؟ اه فتحية. هي مش كان اسمها حسنية؟ بتضحكي عليا يا طنط؟ طيب على فكرة بقى، أنا عارفة كل حاجة، وعشان انتي ما قلتليش الحقيقة أنا لما يحيى يجي هقوله. يا مرات ابني يا حبيبتي، انتي مش ستر وغطى عليا. طب احكي لي. هحكي لك، هحكي لك كل حاجة. دي الخيبة عليا، مش عارفة أقول حاجة. مش هتقولي ليحيى؟ ها؟ لو قلتي لي على الحقيقة كلها مش هقول له. لا قول لي. أقول لك يا رجل، وانت عمرك ما فكرت تعرف مين هم اهلك؟ افكر ليه؟ لا انتوا اهلي. انا عارف يا ان احنا اهلك، انت اخويا. انا قصدي يعني واحد زيك اكيد نفسه يعرف مين هو ابوه، مين هي امه، من باب العلم بالشيء يعني. انا اشغل مخي بالحاجات دي ليه؟ مامك هي امي، ابوك الله يرحمه كان ابويا، وانت اخويا الكبير اللي ربنا. ساعة ما شفت العيال ولاد العطارين والعز اللي هم عايشين فيه، أنا بقيت بقول لنفسي يعني الواحد ما كانش طلع عيل من عيال العطارين. هو أنت هذا يتيم لو من العطارين كنت هتعمل إيه؟ أنا من العطارين مثلا يعني؟ يا نهار أبيض، أنا كنت عملت عمايل. أول حاجة أعملها رجب إني أخسرك. وعمرك واطي. طب قول لي بقى، لو انت اللي كنت طلعت من العطارين كنت عملت ايه؟ اول حاجه هعملها
نخسرك برضو. عرفت بقى ان احنا اخوات وشقاق وحلمنا واحد. رايح فين؟ رايح احلم. طب احلم يا رجب، بس احلم على قدك. ها بقى بالذمه، ده واحد شكله من العطارين. انت ازاي تعملي كده من ورايا؟ في ايه يا يحيى؟ ايه الجديد يعني؟ انا من ساعه بابا الله يرحمه وانا بدير الشغل لوحدي. ايوه الكلام ده قبل ما نتجوز. هو انت مش واثق فيا؟ انا مش واثق فيه. هو يا ده عيل غدار وملوش امان. ولا انت نسيتي عامل ايه مع اختي ياسمين؟ ما تقلقش، ده كبير شويه فلوس وهيسكتوه. مش سهله هي كده. طب كنت عايزني اعمل ايه يا يحيى؟ اسيب الارض تضيع مني؟ لا بس يا ريت ما تتصرفيش من دماغك، خليكي واثقه فيا شويه. الاشكال ده انا اللي عارفها كويس وعارف اتصرف معاهم ازاي. طب خلاص انا اسفه. وبعدين بطل بقى تنكد عليا، عشان ماما هناء قالت لي ان الحمل على حسب ما تعوديه، يعني البيبي لو شاف نكد هيطلع نكدي، انما بقى لو شاف دلع هيطلع الفرحه ماليه قلبه. يا بنت الحلال انا خايف عليكي. بس هي عندها حق برضو، انا عايز الواد يطلع متدلع كده ومزقطط. شفت؟ اضحك بقى عشان البيبي يعني. انا بضحك اهو. ساتر. بتعملي ايه على اللاب بتاعي؟ مفيش، كنت بذاكر شويه حاجات اياد قايل لي عليهم. اللابتوب بتاعي بايظ فقلت اجي اذاكرها على اللابتوب بتاعك. ايه عندك اعتراض؟ حاجات ايه؟ ملفات شركات السياحه الروسيه والانجليزيه، بحكم يعني ان هم اكبر شركتين احنا بنشتغل معاهم، فكنت براجع حجم عقودنا معاهم خلال السنتين اللي فاتوا. عايزك بقى لما تخلصي تكتبي تقرير صغير عن اللي انت شايفاه عن كيفية تطوير آلية التشغيل معاهم. تدفع كام؟ مش هدفع حاجة طبعا. عارفة ليه؟ عشان كل ده بتاعك انت. أنا متأكد بعد فترة صغيرة هتبقي أكبر سيدة أعمال في مصر. أنا بس عشان بنت سيف العزيزي. انت ست الناس وحبيبة قلبي. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا رودي. سلمى، ايه يا سارة؟
شكلك خارجه صح؟ اكيد يعني باين عليا. ايه محتاجه حاجه؟ لا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع يعني. انت كويسه؟ ايه يا بنتي اتخضيتي كده ليه؟ انا بس عايزه ادردش معاكي يعني في موضوع الخروج وال ثواني. الخروج والكباري والتاخير والاستهتار. ايش خضتيني؟ بصي يا سما، انا عارفه اني مش من حقي اتدخل في حياتك الشخصيه، وعارفه انك عاقله ومش صغيره، بس برضه ما ينفعش اللي انت بتعمليه. انا جايه اقولك على احساس مامتك واختك وكل اللي حواليكي، كلنا قلقانين عليكي على فكره. اللي انت فيه ده مش حياه. وايه هي بقى الحياه؟ الحياه انك تحسي بنعم ربنا كتير قوي اللي مديهالك. يعني مثلا جيهان هانم، على فكره دي نعمه انها بتعاملك زي اختها وزي صاحبتها. تعرفي انا لما كنت في سنك كانت امي بتجيبني من شعري لو اتاخرت لغايه الساعه 9. الساعه 9؟ اه والله مش بهزر. لا انا قصدي على الوقت دلوقتي. بصي بقى عماله تتكلمي واخرتيني عن الميعاد. يلا باي. مفيش فايده فيكي. اخيرا يا رحمه. مش مصدقه نفسي يا حسن. لا لا صدقي، احنا ما وصلناش للحظه دي غير عشان مصدقين حب بعض. ربنا ما يحرمني منك يا تاج راسي. ولا منك، انت اللي تاج راسي. انا من اللحظه دي ماليش في الدنيا كلها غيرك. انت وامي، انت كل اهلي وعزوتي وحياتي كلها. وانت كل عزوتي يا حسن، انت وامك في عيني. ادخل يا حسني. حسن الحاج امك تعبانه قوي. مبسوطه اني شفتك يا نجوى. مره سيف ومره نوح، ما بتضيعيش وقت. اللي بيروح ما بيرجعش يا ليلى، وبعدين يعني ما هو الحال من بعضه. اه بس انا بقى مش عاوزه حاجه من سيف. ما هو ده اللي مخيبك. لو بتاخدي قد ما بتدي ما كانش زمان نوح سابك. أنا اللي سبته. هو سابك تسيبي. عندك حق. يا ريتني كنت أعرف أبقى زيك. وإيه اللي منعك؟ ربنا بعت لك فرصة عشان تتغيري. تبقي هبلة لو ما استغلتيهاش. يا ليلى أنت طيبة وعاطفية، وأنا ما بقولكيش تبقي واحدة تانية. بس اتعلمي إنك تدي نفسك للي يستاهلها، للي يشتريها قبل ما يبيعها. يا ريتني فعلا كنت ابقى زيك، على الاقل كان زماني مرتاحه. خليكي زي النحله، عسلك تقطري هولو نقطه نقطه، علشان لو دلقتيه مره واحده مش هيبقى ليكي لازمه، وهيستغنى عنك لانه ما بقاش محتاجك وهيسيبك، وهتضطري ساعتها من غزك انك تورثي. في النهايه هو هيتوجع اي نعم، بس انت اللي هتموتي. متأكدة إن المرحلة دي بيجيلها كتير؟ بتفوق بعدها عادي؟ كل مرة كانت بتفوق على طول، المرة دي طولت قوي. أباي خالتي خالتي. أقرب مستشفى هنا فين؟ المستوصف. مستوصف؟ فيها دكتور كويس، أبوي يعرف بيته. خالتي خالتي. تعرفي يا رايا، أنت لو كنت شفت حياتي في الدار، أو حتى شفت الطريقة اللي أنا اتربيت بيها، والله ما كنت هتزعلي مني أبدا. أنا ما عرفتش حد قبلك. بس أنا جيت معاك يا عمار كرامة لعم سليم. طب وأنا؟ إحنا لازم نتفاهم يا عمار. أنا عارفة إن إحنا اتجوزنا في ظروف صعبة، وعدت علينا إحنا الاتنين حاجات صعبة، وفي حاجات عرفناها عن بعض بعد الجواز بالعشرة. طب الحاجات دي يعني ممكن تكون زي ايه؟ زي انك لغتني يا عمار، ولا منك موجود ولا مني عارفه حتى ابقى ست بيت. انت ايه اللي ناقصك يا رايا؟ كل حاجه تحت ايدك وكل طلباتك مجابه. ما انا في بيت ابويا كانت كل حاجه تحت ايدي يا عمار، وكل طلباتي مجابه. حتى لو فضلت متعاركه مع امي برضه كانت كل حاجه هتفضل تحت ايدي، وكل طلباتي كانت هتكون مجابه. مش ده اللي كنت منتظراه منك يا عمار؟
بس انا شريك يا رؤية. وانا كمان شريك، عشان كده بقول لك لازم نتفاهم. لازم تعرف انا بحب ايه وبحلم بيه وتشاركني فيه، وانا كمان هشاركك في اللي بتحلم بيه. عايزه استقوى بيك يا عمار. وانا بحبك يا رؤية. على فكرة الحاجة مش هينفع تكمل علاجك في البيت، حالتها صعبة جدا ومحتاجة متابعة طبية مستمرة، تحاليل وأشعة وحاجات كتير، وللأسف الوحدة هنا. لا لا، وحدتي حضرتك، أنا ممكن أوديها أكبر مستشفى في القاهرة، يعني حضرتك تقول لي أروح فين بالظبط. تمام، تقدر تروح القاهرة؟ أيوة يا فندم إن شاء الله دلوقتي. طيب، الكارت ده فيه اسم أكبر مصحة في مصر، هم هيعملوا كل حاجة إن شاء الله. المهم من هنا لغاية ما تسافروا بيها لازم تنتظم وتمشي على العلاج اللي أنا كاتبته لك. طبعا يا فندم، طبعا. تحت امرك. شكرا جدا لحضرتك. اتفضل. مش عارفه ليه حاسه ان انا عايز اجرب كل حاجه. غريبه. انا عارف انك ما بتشربيش. ما يمكن عشان كده عايز اجرب. بلاش يا سلمان. صدقيني مش هتستريحي. وانت مين قال لك بقى ان انا مش هستريح؟ ما انا قلت لك قبل كده. عشان مش شبهك. يا ابني من هنا عشان اقعد مع الهانم. انا سليم. سليم بيل عطار. أنا هنا سليم بيه العطار، مش عمك سليم، وإحنا اتنين ما يعرفوش بعض، وتقابلوا هنا في الكباريه زي ما انتي شايفة. بس أنا أول مرة أشوفك بتشرب. عشان أول مرة تشوفيني هنا، وهنا مش هتشوفي غير الناس اللي جاية تشرب، تشرب تسكر وتنبسط، والناس دول بقى حياتهم غير حياتك، ظروفهم غير ظروفك، مش شبهك. بس هنا الناس كلها لازم تبقى شبه بعض، فيا إما هما يبقوا شبهك، وده مستحيل، يا إما أنتي تبقي شبهه. قوليلي بقى يا ست سلمى، تحبي تشربي إيه؟ برافو عليك يا مروان، بصراحة كنت خايف قوي إنك ما تقدرش عليها. اقدرش عليها؟ انت تؤمر. عموما انا كده عملت اللي عليا ولجمتها لك. مفيش حد دلوقتي بيعمل حاجه لوجه الله. انت كنت بتساومني. مساله حصتي في التجاره دي حقي، ولو هناخدها بالاقدميه ما انت عليت ناس كتير قوي جنبك وانا اقدم منهم. طب بقول لك يا مروان، داليا ما عندهاش نسخ تانية من الملفات دي؟ ما اعرفش، بس ما اظنش واحدة بالذكاء ده هيفوتها حاجة زي كده. يعني ايه؟ امال انا هقبضك التمن بناء على ايه؟ ما احنا قلنا بقى، انا خدمتك ومنعتها انها تنشر ورقة مهمة على الهواء. لو النبي. يعني ممكن تنشرها في اي حتة تانية؟ طب وانا اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبك من الهكس ده بقى، انت مش عايز تكبر وتبقى اكبر من كل اللي حواليا، عايزك تجتهد اكتر.
انت قصدك طب شوف بقى اسف بيه، انا اكبر بكتير قوي من التكلفات اللي زي دي، وانت عندك ناس كتير يقدروا يعملوا لك الموضوع ده ويخلصوك من ده. كمل جميلك بقى. هو كده كمل. خسارة خسارة يا مروان. ما حد فيكم يتكلم بقى ونخلص. ما انت عامل لنا رعب يا حضرة الظابط، مش عارفين نتكلم. خلاص الكلام انت يا شاه. بصراحة احنا كنا مستنيين ان انت اللي تقول يا طارق، يعني يوسف جه ومشي واحنا لسه ما ردناش عليه. مالكيش دعوه بيه خالص. ليه يا طارق؟ والله الولد شكله كويس، حرام عليك. هو انت عايز تخلص من اختك بالسلامه ولا ايه؟ على فكره لسه ما زهقتش منها، هي رخمه اه صحيح، بس انا لسه ما زهقتش منها. انا عايزها يوم ما تتجوز تروح بيت أأمن من ده. انا مش عايز اخلص منها يا طارق، انا عايز اطمن عليها. خلاص يبقى نستنى شويه. كل حاجه هتعرفها في الوقت المناسب. أنا هسافر القاهرة. ليه يا حسن؟ ما تقول لنا مصاريف المستشفى اللي قال عليها الدكتور واحنا نتصرف ونلم من بعض أسهل. تتصرف إيه يا عزيز؟ لا طبعًا. أنا هروح القاهرة وآخد من عم سليم فلوس. يا ابني لا تروح ولا تاجي. وما تشيلش هم الفلوس. إن جت على الدكان ولا حتة الأرض حبيحهم. تسلم يا عم حمزة، بس مش هينفع. هروح لعم سليم وآخد منه فلوس، وبعدين ده حقي. وحتى لو مش عشان، يبقى عشان الست اللي اتمرمطت طول حياتها دي، عشان خاطر ابويا الله يرحمه. خلاص يبقى انا مسافر معاك. لا يا عزيز خليك معاهم هنا كده افضل. خدوا معاك يا ولدي واني معاهم هنا، ما تقلقش. انا مش عارفه طارق بيعمل معايا كده ليه. بيعمل ايه يا بنتي؟ طارق بيحبك ومن حقه يطمن عليك، وبعدين واضح ان هو يعرف حاجات احنا ما نعرفهاش. طب ما يقول لي هو عارفه. وبعدين انا كمان من حق اعرف. هو بابا لو كان عايش كان هيحصل فيا كده؟ الله يرحمك يا بابا. طب خلاص يا شهد، بصي خدي لي ميعاد مع يوسف، انا هقعد معاه ولو اقتنعت بيه هقنع لك طارق. بجد؟ ايوه. سامحني يا والد، مش قادر اقول لك نورت بيتك ومطرحك، لانه ما عادش لا بيتك ولا مطرحك. حقك يا موسى، ما هو بقاش بيتي خلاص، عشان كده انا عشمان تبني ضيف عندك. ضيف يا راجل؟ قول كلام غير ده. الضيف بيت كريم وبتعمل معاه الواجب، وانت عندي ما تحصلش تكون ضيف. بابني خدام يا موسى. خدام؟ فكرة مليحة خدام دي، بس ما ظنش يعني محتاجين حد يكنس الدار ولا ينظف حمامات. خليه من رجالتك يا موسى، وانا هفضل طوعك وتحت امرك. قول لي يا والي، انت جاي لوحدك ولا جايب معك حد يوصلك؟ معايا عبيدة وكم واحد من الشباب. وما خشوش ليه؟ خايفين منك يا موسى، خايفين لا تضربهم ولا تطردهم. لا قول لهم ما يخافوش، قول لهم يخشوا. يا عبيدة يا شباب تعالوا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، الدار نورت. يا سلام، توحشتكم قوي. سلام عليك يا عبيدة. ليك ده تتكسف تخش على اخوك؟ يا راجل ده احنا اخوات. خوفنا تطردنا وما تقبلناش نبقى معاك يا موسى. فدي عندك حق. ايه يعني يا موسى؟
يعني أنا ما لازمنيش ضيوف ولا خدميات. أنا كل اللي يلزمني منيكم إني ما أشوفش خلاقكم دي تاني، ولا نسيتوا اللي عملتوا فيا. فاكرين؟ فاكرين يا إخواتي؟ فاكرين يا عشرة عمري؟ فاكرين لما اتكترتوا عليا وخليتوني مسختكم؟ فاكرين ولا فكركم؟ ما ينفعش الكلام ده يا موسى. كلمة تانية وأدفنك تحت رجليك يا عبيدة. إيه؟ جرحك طاب ولا تحب أفكلك بيه؟ بينا رجالة. هنزور خلتنا لما سيبنا إخواتنا وجينا هنا. تبقاش تغلط تاني. يلا رجالة. مع السلامة يا إخوات. مع السلامة يا حبايب. قفلت قفلت يا بلدينا. امشي عادي وما تخليش حد ياخد باله. انت عاوز مني ايه؟ انا ممكن الم عليك الناس، انا ما بخافش منك. لو مش خايفه من اليتيم يبقى لازم تخافي من اللي يعرفوا اليتيم. تعرف ايه يا يتيم؟ عوض حبيب القلب. مش نمشي بقى؟ بس انا ما اعرفش حد اسمه عوض. وانا اللي كنت جاي اقول لك اني هخلصك منه. النبي صح؟ تخلصني منه كيف يعني؟ يعني كنت خليه ينساكي، يبعد عنك ما يخرب لكيش بيتك. ربنا يكرمك ويسترك. امين يا رب، ربنا يخليكي. بس زي ما انت فاهمه كل حاجه حلوه وليها ثمن. عاوز ايه يا يتيم؟ كده يا بنت؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا بنت؟ بس انت ايه اللي عاملاه فيا ده كله يا ريهام؟ انا كده شكلي مش حلو. ده انت قمر عشان تعجبي العريس. بس انا خايفه، خايفه قوي يا ريهام. لا لا، خايفه ايه؟ اجمدي كده بس، اوعي يضحك عليكي، هتتقابلوا في مكان عام. خفيش عليا يا بنت وانا هبله. ايوه كده، يلا بقى عشان تلحقي ترجعي قبل ما يحيى يجي. يا يحيى، يا لهوي يا يحيى، يا يحيى لو جاي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انت كده هتتاخري. يلا. انا خايفه يا بنت تكوني بتعملي الحاجات دي كلها عشان تخلصي مني. اخلص منك ازاي يعني؟ طبعا، وانا لو اتجوزت يبقى انت استوليتي على الواد، ولو انا ما اتجوزتش واتقفشت هتدبح، وطبعا هتستولي على الواد. طبعا. انا لو كنت عايزه استولي على الواد ها كنت قلت له على بوز البطه. صح؟ ما تزعليش، انا بس كده بفضفض يا رهام. طب يلا بقى عشان تلحقي بقى. يلا. طيب طيب، ادعي لي بس. يلا، ربنا معاكي، ربنا معاكي. ازيك يا سيدي الكل؟ عامل ايه؟ استنيتك النهارده على الغرب. معلش والله يا بابا، الموبايل فصل شحن. وبعدين ما تقلقش، انا اتغديت مع حازم، قصدي يعني جبنا اكل واتغدينا كلنا في المصنع. شمس، ما تندمنيش ان انا خليتك تروح المصنع بتاع حازم. ليه بتقول كده يا بابا؟ عشان انا بابا، لازم اقول ولازم اعيد. صحيح انا طول عمري بعودكم على الصراحه والحريه ومخليكم تعملوا اللي انتوا مقتنعين بيه، صح؟ بس برضه لازم اوجه واقول خلي بالك من نفسك يا شمس. ايه الكلام الكبير ده يا عم ذكري؟ انا خلاص ما بقتش صغيره. ما عشان يا بنتي ما بقيتيش صغيره، وعشان انا سايبك تعتمدي على نفسك. لما اشوفك ماشيه في سكه غلط لازم اعرفك ان نهايه الطريق دي ممكن تبقى خطر. أنا ما بقتش فاهمة حاجة يا بابا. راجعي نفسك يا شمس في علاقتك بحازم، بس من غير عواطف ولو لمرة واحدة. أنا خايف عليك يا بنتي. حاضر يا راجل يا ضحى.
استرها معانا يا رب. خير يا نجوى؟ خير يا سبي، وانا هطلبك الا لما يكون في خير. بص يا سبي، خمرة العمر اللي انا محوشاها اللي هم قرشين من هنا على قرشين من هنا على شغلانة كده. سيبها من صوت الكفاح والتعب دي، انا عارف كويس جبتي فلوسك منين. وهو ده بيستاهل يا سبي؟ مش كله شغل وتعب برضو ولا ايه؟ اه طبعا بتتعبي. هاتي من الاخر يا نوجة. من الاخر كده، انا عايزة اشغل فلوسي في المادية بضاعة لا بتعفن ولا بتخلص. ايه ده بقى؟ ناوية تعملي مسلسلات ولا افلام؟ ولا كونيش هتعملي برنامج؟ ولا اي حاجة من دول. انا عايزة افتح شبكة قنوات. شبكة قنوات؟ نتنايم على خميرة بقى؟ مش قوي، مش للدرجة دي يعني، عشان كده محتاجاك تسندني. بس انا مش عايز اشاركك يا نوجة. وانا ما قلتش انك تشاركني، بس تبقى السبونسر بتاعي وانا هدعمك اعلاميا. غريبة، مع انك عارف ان مروان معايا. مروان خلاص راحت عليه، يوم عن يوم نسب المشاهدة بتقل عنده واسهم قناته في النازل، وقريب جدا هيبيع القناة وبكرة تقول انه جاي. ها قلت ايه يا سيبي؟ خلاص هفكر، بس من هنا لحد ما افكر محتاجك في عملية كده وبناء عليها هقرر. وانت مش هتعطي بقى؟ وهي دي أول مرة يا سيبي؟ وانت مجربني قبل كده في موضوع توحيد؟ دي حكاية تانية خالص. وانا سامعك. داليا، داليا صادق. ام ابراهيم. ام ابراهيم مش هنا، انا قلت لها تروح. انا كنت عارف انك ترجع لعقلك عشان انت مالكيش غير جوزك حبيبك. مفيش حياه بالغصب يا مروان. بس انت بتحبيني يا ندى. انا بحب الحته الطيبه اللي جواك. لما جيت لك استنجد بيك من عز وسراب، كنت حاسه ان انت بجد بتساعدني من قلبك، وكان عندي امل ان احنا لما نتجوز الحته دي تكبر. بس كل يوم الدنيا بتثبت لي ان مفيش حد بيتغير. لو سمحت طلقني يا مروان من غير مشاكل، لان مليش حد يجيب لي حقي، فما تستغلش ضعفي. انا استغلك يا ندى؟ انا عمري ما حبيت حد في حياتي غيرك. خلاص بقى سيبني انا لحياتي. ندى ما تسيبنيش، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. مروان انت كويس؟ مروان انت كويس؟ مش مروان. الشحنه بتاعت سيف لازم توصل المره دي يا سليم، ولا الموضوع هيبقى كبير قوي. سيف لوحده مش هو المسؤول، انت كمان قدامنا مسؤول زيه بالظبط. انتوا شركه. شركه في اداره التجاره جوه البلد، انما سلاح تقيل ماليش فيه ومش هشارك فيه. وانتي والشركه عارفين الكلام ده كويس. ايه الجديد؟ لازمته ايه بقى نقعد نفتح في اللي اتقفل من زمان؟ والله دي اوامر الشركه، واذا كنت مش موافق الشركه تستغنى عن خدماتك. يعني ايه؟ يعني مش هتبقى موجوده على خريطه التجاره. وما تنساش ان الشركه انقذتك انت وعيلتك المره اللي فاتت. أنا مش هعتبر الكلام ده تهديد، لأني عارف إنك ست عاقلة وعارفة كويس مين هو سليم العطار، وأكيد ما تقصديش. بس برضو لازم تعرفي
إن الشركة عمرها ما هتآمن على بضاعتها في مصر من غير وجود حد من العطارين. ومين قال كده؟ العطارين موجودين. عبد الحميد بيه العطار.